صباح الخير لجميع متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض. خلال نهار اليوم تسود أجواء غالبا صافية مع 41 درجة مئوية، المحسوسة ستكون 37 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها شمالا، درجة الحرارة مرتفعة، طقس حار في كل من تبوك وعرعر وسكاكا، درجة الحرارة العظمى تسجل 40 درجة مئوية، أما الصغرى تكون ما بين 28 و 26 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 42 إلى 31 درجة مئوية مع طقس حار، جدة 35 إلى 29، مكة المكرمة 42 إلى 28، والطائف طقس صافي 33 إلى 23 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 30 إلى 20، أبها 31 إلى 21، وجازان 37 إلى 30 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. المنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 41 إلى 30 درجة مئوية، حفر الباطن 44 إلى 28 مع طقس حار، الإحساء 46 إلى 29 درجة مئوية مع طقس حار أيضا. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض طقس صافي 43 إلى 31 درجة مئوية، بريدة طقس حار 44 إلى 29 درجة مئوية، وحائل 41 إلى 27 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.